بسلطان يعني عكس كل ما كنا نتوقع مباراة تكون إثارة وندية أكثر، النصر جاب 4 بعدين صارت 4-2. إمتى حطيت إيدك على قلبك؟ ما حطيت إيدي على قلبي. أوكي. أنا البارح حطيت إيدي على قلبي لما عرفت أنه في 4 لاعبين مهمين، 3 منهم أجانب مصابين ما راح يلعبون. قلت النصر ما عنده رأس حربة، اليوم لعب فعلا بدون رأس حربة، الأهداف كلها تسجلها لاعبين الوسط والمدافع عبد الله العمري. النصر ابو كرم اليوم سجل 4 اهداف مع الرعفه، مع اخطاء الحكم كان المفروض فيه خصال على الحارس، هذه من وجهه نظري اذا ماني غلطان. متى يمكن التقرير اشاد الى تغييرات مدرب الشباب الايجابيه؟ ما في شك انها ايجابيه، لكن لم تكن هي السبب في الأهداف. يمكن للهدف الأول اللي من العمار كان فيه احترافية كبيرة، لكن مفروض أنه يعني دفاع النصر ما يخرج بالطريقة، بالذات سلطان الغنام، لكن يمكن أنه يعني تو راجع من إصابة. فمباراة استمتعنا فيها، النصر كان أفضل حتى لما سجل هدفين، كان النصر يضغط يحصل على ضربات زاوية، لا ضربات ركنية أقصد، لكن الحمد لله يعني فاز الأفضل. لو أني أنا ما أحب أني أتمنى في البرنامج إذا كانوا فريقين سعوديين رغم ميولي، ولكن أقول النتيجة ذهبت للأفضل. كفاح اليوم النصر منذ فترة طويلة لم يقدم النصر مثل هذا العرض، 4 أهداف على الشباب. أنت عارف أنه كم صار للنصر ما فايز على الشباب من سنتين، من 2020 لحد الآن ما خسر، فلذلك الفوز اليوم بأربعة أنا أعتقد هي رد للثار، لأنه في الذهاب فاز الشباب. ولكن بالأرقام اليوم يعني تاليسكا أنا أقول نجم هذه المباراة بدون منازع، وعبد الإله العمري صراحة اليوم النصر لو لاعب في هذا الموسم نص هذا المستوى كان ما كان مكانه. يا بس كمان الشباب كان سيء. لا النصر كان جيد الشوط الأول. إيه النصر كان دفاع سيء جيد، هو الفريق كله كان سيء اليوم. الشباب في الشوط الأول لما فريق الخصم يتقدم عليك 4 أكيد أنت سيء. رح نتابع ردود الفعل على فوز النصر على الشباب مع مراسلنا أحمد الجدي من الرياض. رئيس النصر مسلي المعمر، مبروك اليوم، انتصار كبير، عودة أمام فريق الشباب برباعية. الله يبارك فيك والحمد لله على 3 نقاط، ونقول مبروك لجماهير النصر. اليوم وش سر الانتصار؟ انقطاع يعني كثير من الجماهير كانت متخوفة، انقطاع أكثر من شهر، رغم هذا عاد النصر بقوه. فعلا كانت الفتره صعبه، توقف 47 يوم يعني مده طويله جدا، لكن الحمد لله كان فيه اعداد جيد للفريق، كان فيه معسكر في ابو ظبي، والحمد لله اليوم كان المستوى مميز والنتيجه جيده، والاهم 3 نقاط. المبروك اليوم عوده قويه للنصر بعد بطوله الرياض. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لكل حال، كل عام وانتم بخير. اولا وجدنا صعوبه في المباراه بحكم ان فتره رمضان والحين العيد، فتغير علينا النوم وزي كذا، بس الحمد لله قدرنا انا وزملاء اللاعبين ان نحصد 3 نقاط وناخذ الاهم. سر اليوم الانتصار رغم الغياب اكثر من 45 يوم، اليوم عاد النصر بشكل قوي. الف مبروك لجمهور النصر، نحمد الله ونشكره، قدمنا مباراه كبيره وتظلل في زملاء اللاعبين، واللي صار في المعسكر الاعداد الحمد لله ربي ما ضيع لنا تعب، وقدرنا ناخذ 3 نقاط مهمه من نادي كبير. اليوم غياب هجوم، 3 الهجوم ما فيه، لكن اليوم شفنا تاليسكا وسامي تناغم جميل. الحمد لله ونشكره، هذا فضل الله ثم دعوات الوالدين. طبيعي الغيابات تاثر، لكن نادي النصر كل حاضر. هلا راح نعرف من هو رجل هذه المباراه. إذن عبد الإله العمري هو مان أوف ذا ماتش.